يعني أنا بصراحة شوي كذا متضايقة. ولدي ماجد يوم أجهضت ديمة كنا يعني حط اللوم كله علي، كني أنا السبب في إجهاضها، مع أنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي يرزق وهو اللي يمنع الرزق. ويعني هذا ولد راح وإن شاء الله ربي يعطيه الثاني، لكن وشو أنه هو متهمني أنا، مع أن ديمة يعني بصراحة ما هي بسهلة ولا عمر نواياها كانت طيبة، بس هو ما يشوف إلا اللي هي تشوفه واللي هي تبيه يشوفه، فحسسته أني أنا السبب، وهو نفس الشيء بعد يعني حط اللوم كله عليه. الله يرزقه إن شاء الله، وديما الحمد لله على سلامتها. بصراحة أنا تأثرت لأن هذا الولد برضو مو بس ولدها وولد ماجد، حفيدي أنا بعد. الله يرزقهم والله يسر الأمور ويهديهم كلهم.